بكم في المناظرة اليومية. الجولان يعود إلى الواجهة من جديد بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بأن هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية، وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها وإنشاء بلدتين جديدتين. هذا وأضاف بنت خلال مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي الذي عقد أمس في جولان أن إسرائيل تتابع عن كثب يجري في سوريا وعلاقتها بإيران، مشددا على تواصل العمل من أجل طي التواجد الإيراني في سوريا. هذا ومن جهتها أدانت دمشق هذه التصريحات قائلة إن هذه السياسات لن تستطيع أن تغير من الحقيقة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا بحسب تعبيرها. ونظم أهالي الجولان وقفة احتجاجية في قرية مسعدة رفضا للمخططات الإسرائيلية على أرضهم. إذن ماذا يقف وراء الخطط الإسرائيلية في الجولان؟ وهل فعلا قضية الجولان موجودة على جدول أعمال القيادة السورية؟ وهل يسعى بنت إلى دفع ملف الجولان إلى الواجهة لأغراض سياسية داخلية أكثر من أنها لاعتبارات إقليمية؟ هذا ما سنناقشه في هذه المناظرة. بضيفي الأستاذ أليف صباخ خبير في شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بك، والأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية الدكتور مئير مصري، مرحبا بكما. ودعوني أن أبدأ معك دكتور مئير. يعني دكتور مئير، في العالم هناك إجماع أن الجولان هو أرض محتلة يجب التفاوض عليها، وفقط إسرائيل والحزب الديمقراطي يعتبر الجمهوري يعتبرها أرض إسرائيلية. ألا تعقد خطط إسرائيل وخطواتها هذه فرص الحل؟ لا على الإطلاق. وأنت حياتي لكم أستاذ دورين وضيفك الكريم الأستاذ أليف، شاهدي قناة i24 News في كل مكان. حقيقة لا، أنا لا أفهم على الإطلاق ما سبب هذه الزوبعة، وهي زوبعة في فنجان ولا أصل أن تكون لن يكون هناك لها أي أثر، لأنه حقيقة ما يفعل اليوم هو يأتي في سياق سياسة إسرائيل التنموية في هذا الجزء من أرض إسرائيل، هضبة الجولان تم ضمها، ولكن في أرض عليها خلاف دكتور مئير من قبل القانون. صحيح على خلاف، ولا القرم كذلك، على هناك خلاف فيما يتعلق بالقرم كذلك الذي تم ضمه بشكل احادي الجانب من قبل روسيا الفيدرالية، والعالم لا يعترف بهذا فليكن. ولكن ما اريد ان اقوله هنا هو انه لدينا خلاف مع الدولة السورية فيما يتعلق بالحدود بين إسرائيل وسوريا، وهذا ليس وليد العام 67، وإنما كان حتى في ظل الانتدابين البريطانية والفرنسية على هذه المناطق التي كانت خاضعة في السابق للدولة العثمانية. حتى بين العام 1920 والعام 1948 كان هناك خلافا فيما يتعلق بالحدود بين فلسطين الانتدابية التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل من ناحية، وسوريا الانتدابية التي أصبحت فيما بعد الجمهورية السورية. وبالتالي هذا موضوع قديم لا يتعلق فقط مسألة حرب الأيام الستة أو حرب عام 67. إضافة إلى ذلك هو أن الدولة السورية تدعي بأن هناك أراضي أخرى هي تابعة لها تاريخيا، قضاء الموصل في العراق، لواء الإسكندرون في تركيا، لبنان بأكمله. ولكن موضوعنا دكتور مئير هو الجولان وليس الأراضي الأخرى. صحيح، ولكن بالرغم من هذا حافظت الدولة السورية على علاقات دبلوماسية طبيعية مع تركيا، مع العراق، نعم، وحتى مع لبنان، واليوم هناك سفارات تبادل سفراء بين سوريا ولبنان. وإذا لكن فقط هذه حجة وهي للدولة السورية حتى وصلت الفكرة دكتور مئير، ابقى معي لو سمحت. الدولة السورية قد خسرت هذه الأراضي بسبب سلوكياتها العدوانية تجاه دولة إسرائيل منذ البدايات. نعم، وصلت الفكرة، ابقى معي لو سمحت دكتور مئير. أستاذ أليف، استمعنا إلى ما قاله دكتور مئير. يعني ودمشق أيضا أدانت هذه المخططات الإسرائيلية، والموقف السوري لا يتجاوز هذه الإدانات الموسمية، ولم نلمس أي خطة عمل سورية لاستعادة الجولان أو حتى التفاوض عليه. كيف ترد؟
نعم، تحياتي إليك ولضيفك. يعني سوريا ليس لديها خطة عمل في الوقت الحاضر لاستعادة الجولان، هذا صحيح، والعدوان الدولي خلال 10 سنوات سابقة أضعف الدولة السورية، وإسرائيل تستغل هذا الضعف الموجود في دولة سوريا حتى تحاول فرض أمر واقع أو تحاول فرض مشاريع على أرض الجولان السوري المحتل. في اعتقادي يعني أو في اعتقاد إسرائيل إنه تغيير الأمر الواقع في الجولان سيعقد أي تفاوض للانسحاب وسيجعل الانسحاب غير ممكن، وبالتالي هكذا تستمر يعني يستمر الاحتلال الإسرائيلي لمدة أطول في الجولان. ولكن في نهاية الأمر لن يصح إلا الصحيح، والصحيح هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالرغم من أنها أحيانا ظالمة تجاه العرب وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص، ولكن مع ذلك إسرائيل لم تقم بدون قرار الأمم المتحدة، بدون قرار مجلس الأمن. إذا أرادت إسرائيل أن تبقى عليها أن تدافع عن قرارات مجلس الأمن، وإذا كان قرارات مجلس الأمن تحت الحذاء الإسرائيلي فلن يحترمها أحد، ولا يجوز يعني لوم أحد إذا لم يحترمها. الأمر الآخر، يعني الدكتور مهير بتحدث عن خلافات وكأنه الأرض مختلف عليها، الأرض محتلة بموجب اعتراف دولي بالكامل، بموجب اعتراف إسرائيلي رسمي إنه هذه الأرض محتلة. يعني لما رابين أعطى الوثيقة للأمانة لبيل كلينتون قال إنه مستعد ينسحب إلى حدود الرابع من حزيران، واضحة شو هي حدود الرابع من حزيران. للأسف شديد هذا الموضوع ما تقدم، لأنه كلينتون يعني تصرف بالموضوع بشكل خاطئ، ولأنه رابين قتل. إذا هذا في اعتراف إسرائيلي رسمي إنه هذه الأرض محتلة ولابد من الانسحاب منها. وقرار 242 يتحدث عن انسحاب إلى حدود الرابع من حزيران، ما عدا يقول لي. وقرار 338 لا يجوز الاستيلاء على أرض غير بالقوة وممنوع الاستيطان فيها. إذا كل هذا مخالف للقرارات الدولية، مخالف لقرارات مجلس الأمن، مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية. إذا أرادت إسرائيل أن تبقى عليها أن تعمل أكثر من الجميع. ولكن ماذا تفعل سوريا أستاذ أليف بهذا الشأن؟ نعم، ماذا تفعل سوريا؟ ماذا يفعل النظام السوري بهذا الشأن غير هذه التنديدات إلى القيادة السورية؟ أنه أمامكم خيارين، إما الاستسلام وإما تحرير الجولان. لن يستسلموا، هذا صحيح، الشعب السوري لن يستسلم ولن يسلم الجولان إلى إسرائيل، وما عليه إلا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان لتحرير الجولان. هذا أحد التحديات الكبرى أمام الحكومة السورية. ولم يقاوم حتى الآن أستاذ أليف؟ أنا لا أعرف ماذا يفكرون، أنا أقدر ماذا يفكرون، أنهم في الوقت الحاضر منشغلون في منطقة إدلب ومنشغلون في شرق سوريا، ولا سابقا كانوا منشغلين بقضايا أخرى. أنا باعتقادي أن الدولة السورية إذا ما أرادت تحرير الجولان يجب أن يكون لها خطة عمل. نعم أستاذ أليف، يعني قيادات إدلب، مشكلة طيب. إدلب لم تكن موجودة منذ 40 عام. ابقى معي لو سمحت، أريد أن أعود إلى أستاذ مئير. دكتور مئير، يعني ألا تعتقد أن محاولات بينت هي محاولات؟ نعم أستاذ أليف، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك لاحقا. أستاذ تفضل باستضام لو سمحت. نعم، القيادة السورية دائما كانوا يقولون أنه إذا أردنا الدخول إلى معركة مع إسرائيل لوحدنا فهذا صعب، وإذا أردنا دخول المعركة مع آخرين فهم يخدعوننا ويعني يخونوننا كما خانونا في حرب 73. نعم، وصلت الفكرة. دكتور مئير، ألا تعتقد أن محاولات بينت هي محاولات استباقية تهدف إلى الحد من ضغوط أمريكية محتملة بشأن الجولان، خاصة وأن الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم حاليا يعني وبايدن لا يزال يعتقد أن سوريا هي مفتاح الحل للشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي؟ أي سوريا؟ هل هناك دولة قائمة اسمها سوريا؟ هل النظام السوري اليوم يمثل الدولة السورية أم يمثل نفسه؟ وهل هناك اعتراف دولي بشرايط هذا النظام؟ هل هذا النظام هو؟ ولكن العالم يعود إلى سوريا دكتور مئير بنظامها الحالي. لا، العالم لا يعود إلى سوريا. ونحن نرى الانفتاح العربي على سوريا. النظام
صحيح، ولكن لأنه هذا أمر واقع، ولكن النظام السوري فقد الكثير من شرائحه. إعادة سوريا إلى منظمة الانتربول قبل أيام. حتى اليوم هو ليس في الجماعة العربية، لم يستعيد مقعده، أراضيه محتلة من قبل دول أخرى، سواء الأراضي التي هي خارج إدارة النظام في يد الأخوة الكرد أو في يد الدولة التركية أو المنطقة التي تحت سيادته، ونحن نرى أنها أصبحت مرتعا للمحتل الإيراني، وطبعا بالتواجد الروسي المكثف فيها. لذلك أي دولة سورية، هل هذا النظام السوري هذا النظام فقد الشرعية تماما؟ والذي يقول بأن الحزب الديمقراطي سوف يتراجع عن قرار ترامب، قرار الإدارة السابقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، هذه إشاعات، هذا كلام غير صحيح، وتم نفيه من قبل أكثر من مسؤول من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. لو تسمحين يا أستاذة لورين، لدي تعقيب بثلاث نقاط بعجالة شديدة على ما تم، على ما قاله الأخ الأستاذ أليف. أول شيء، فيما الأستاذ أليف قال أن إسرائيل تعترف أنها محتلة لهضبة الجولان بموجب موافقة حكومات يسار في السابق الدخول في مفاوضات، وذكر الرابين، ولكن لا علاقة بين هذا وذاك، لأنه راح الرابين ومن بعده أود براك ذهب أراد الدخول في مفاوضات مع الدولة السورية من أجل تسوية الحدود، لكن لم تقل إسرائيل أنها محتلة لهذه الأراضي، ولذلك لأنه هذه الأراضي لا يسري عليها القانون الدولي للاحتلال، وهو قانون دولي معترف به كما هو الحال بالنسبة لمناطق واسعة من الضفة الغربية، وإنما يسري عليها القانون الإسرائيلي لأنها أرض إسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي. إذن إسرائيل كدولة، إسرائيل كدولة كحكومة لا تقول على الإطلاق وأنها محتلة لهذه الأراضي. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة القانون الدولي، الأستاذ أليف يريد أن يقول وكأن إسرائيل لا تحترم، لا أنا لم أقاطعك، وكأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وهذا شيء غريب. القرار الأمم المتحدة الذي يقول أن إسرائيل لم تحترمه، هل قرار الأمم المتحدة لقرار تقسيم احترم من قبل الدول العربية أم رفض واحترمته واعترفت به وصوتت له الحركة الصهيونية؟ قرار 242 رفض من قبل الدول العربية، ولاءات الخرطوم الشهيرة في القمة العربية العام 67 قمة الخرطوم، إذا رفض القرار 242، واليوم يقولون 242. قرار 242 يدعو بالاعتراف بدولة إسرائيل في حدود آمنة، هل النظام السوري يدافع يعترف بدولة إسرائيل اليوم؟ إذا لماذا فقط إدانة إسرائيل وعدم التحدث وعدم ذكر الأطراف الأخرى؟ هل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي هي تدين الإرهاب بشكل واضح، وأنت ترفض إدانة الإرهاب وتعتبر عمليات التفخيخ وتفجير الباصات داخل إسرائيل كانت مقاومة والقانون الدولي يدينها، إذن أنت لا تستطيع أن تقول أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي. وثالثا وأخيرا، القانون الدولي يطالب بناس اختطاف دكتور ميل لو سمحت، المتحدة رقم 1701، وضيفك يدافع عن حزب الله، إذن لديه رؤية انتقائية للقانون الدولي للأسف الشديد. وثالثا وآخر نقطة لو تسمحي لي، أفضل لو سمحت لم أسمع ضيفك قط يدافع باستماتة عن سورية قضاء الموصل، عن سورية لبنان، عن سورية على الأقل لواء الإسكندرونة، في حين أنه يدافع باستماتة عن ما يدعيه أن هضبة الجولان سورية. دكتور أستاذ أليف، دكتور مئين لو سمحت، وصلت الفكرة لو سمحت. لا ينبع من دفاع عن أليف، استمعنا لما قاله أستاذ مئين، ولكن يعني طالما إدانة نعم إسرائيل. أستاذ دكتور مئير لو سمحت، أستاذ أليف يعني استمعنا لما قاله دكتور مئير، ولكن يعني طالما أن الدولة السورية فاقدة للسيادة وفيها قوات روسية وأمريكية وتركية وإيرانية والأخيرة موجودة على الحدود الإسرائيلية، ألا تعتقد أن موضوع الجولان لن يطرح لأن إسرائيل لا توافق أصلا التفاوض مع حكومة سورية سمحت لإيران أن تجعل من سوريا ملعبا خلفيا لها؟ أنا أقول لك بصراحة، الدولة السورية ليست فاقدة للسيادة، الدولة السورية قائمة والحكومة السورية قائمة والقيادة السورية شرعية في نظر كل العالم بما في ذلك في نظر الولايات المتحدة، ولو لم تكن كذلك لما سمحت للأردن أن تعيد علاقاتها مع سوريا، ولا ما سمحت للإمارات أن تعيد علاقاتها مع سوريا، ودول عربية أخرى على الطريق، حتى أمريكا لا تزعجك كل هذه القوات الأجنبية السورية، القوات الأجنبية على الأراضي السورية؟ هذا الموجود على الأراضي السورية جزء منه يعني الروس أو الإيرانيين بطلب من الحكومة السورية للدفاع عن بلدها ضد الكتائب الفاشية والإجرامية التي دخلت سوريا بدعم دولي،
بدعم دول الإرهاب. القوات الأمريكية الموجودة في سوريا هي قوات احتلال، وقوات احتلال ستخرج آجلا أم عاجلا ستخرج، كذلك القوات التركية الموجودة في شمال سوريا ستخرج. وإذا بدك يا أستاذ مير عن شو أنا كيف بشوف سوريا وكيف بشوف، أقول لك أنا مؤمن بسوريا الطبيعية، بسوريا الطبيعية التي تضم فلسطين ولبنان وسوريا والأردن والعراق، هذه هي سوريا الحقيقية. أما قرارات الدولية حتى تكون واضحة لك، يعني أنا ما بخبي رأيي، أما القرارات التقسيم فيها إسرائيل أستاذ أليف في سوريا الكبرى، هذه قبلنا بها بسبب ضعف العرب، قبلوا بها، هذا لا يعني أنه الضعف دائم، هذا لا يعني نهائيا ضعف دائم. وإسرائيل دولة استيطانية، كيان استعماري استيطاني تقوم به الحركة الصهيونية بديلا عن استعمار الغربي، هذا لن يدوم، لن يدوم لا في الجولان ولا في الضفة الغربية ولا في أماكن أخرى. وبالتالي اللي محمل يحطت الدنيا ما بتخلص هون، لا بدت عام 48 ولا بتخلص عام 2021، التاريخ لا ينتهي في عام 2021 ولا يبدأ في العام 48، كون واضح. الجملة الأخيرة طيب اقتضاب ظالم للعرب، ومع ذلك قبلوا به، قبلوا به بسبب أنه إسرائيل قالت دائما إذا قبل العرب به سنقبل به، عندما قبل العرب لم تعد إسرائيل تقبل به. هذا يؤكد شغل قضية واحدة، وخاصة بتزاوج الحكومتين برئاسة نفتالي بنت وبيبي نتنياهو. لا يوجد مفاوض إسرائيلي، لا يوجد شريك إسرائيلي لعملية السلام التي يدعون أنها عملية سلام، لا يوجد شريك إسرائيلي للتفاوض، لا يوجد شريك إسرائيلي يريد السلام في الشرق الأوسط. إسرائيل ما تريده، الحركة الصهيونية ما تريده، هو استعمار للشرق الأوسط. نعم استعمار كولونيالي. وصلنا فكرة أستاذ. طيب دكتور رمير سأعطيك حق الرد، سأعطيك حق الرد، ولكن سأطرح عليك يعني سؤال عاجلا أم آجلا دكتور مئير. جانب الروسي سيطرح ملف الجولان في إطار تسوية شاملة للأزمة السورية، هل حكومة إسرائيل قادرة على مواجهة الدب الروسي؟ لا أعتقد على الإطلاق أن هذا سوف يطرح أبدا، ولا من قبل طبعا روسيا التي تحتل أراضي شاسعة تابعة لأوكرانيا ولم يعترف العالم بضمها على الإطلاق، يعتبر قرق القانون الدولي. ولكن القيادة الروسية ذكرت الجولان في أكثر من مناسبة أستاذ دكتور ريمي. الحديث عن تسوية الحدود القائمة بين إسرائيل وسوريا ممكن أن يطرح وتماما وأن يقبل إسرائيليا، لكن إسرائيليا نحن ننظر إلى الموضوع كتسوية حدود، كما أن مصر لم تسوي كل حدودها مع السودان، وهناك خلاف على حلايب وشلاتين، كالحدود المصرية الليبية كذلك، على العديد من الدول الخليجية التي علاقتها متميزة وعضو في داخل مجلس التعاون الخليجي، ولكن الحدود لم تسوى بعد. هذه مسألة أخرى، لكن القول بأن إسرائيل تقمع شعب آخر، تحتل أراضي تابعة للدولة السورية بموجب القانون الدولي، هذا كلام خاطئ على الإطلاق. هذه منطقة متنازع عليها من قبل عام 67، وحتى فيها أراضي متنازع عليها حتى مطالبة من قبل الدولة اللبنانية. إذا المسألة التسوية سوف تكون إسرائيلية سورية لبنانية ثلاثية، ولكن مع أي نظام؟ وهنا نأتي للنقطة الثانية، وتعقيبا على ما قاله ضيفك الذي يقول أن النظام السوري هو شرعي، ما هي شرعية النظام السوري؟ أعطيني دلالة على شرعية هذا النظام. هل في سوريا ليس هناك إلا شخصين، إلا أسرة واحدة لتحكم هذا البلد على مدى أكثر من نصف قرن؟ هل هناك كان انتخابات نزيهة في سوريا؟ هل هناك معارضة في سوريا؟ ما شرعية أستاذ أليف سأعطيك حق الرد، لم نستطيع أن نسمعك بهذه الطريقة، سأعطيك حق الرد. القمع للمعارضة، القمع لكل من هو معارض للنظام في سوريا. ما هي شرعية النظام القائم في سوريا التي أنت تتحدث عنه؟ وأنا سعيد حقيقة أنك قلت أنك لا تكتفي بأن تكون هضبة الجولان سوريا، ولكن تريد أن تبتلع سوريا كل إسرائيل. أنت لا تعترف بإسرائيل، وأنت تعيش في إسرائيل، وأنت مواطن إسرائيل، وأنت تعترف ببلد التي تعيش فيها، ثم تقول أن إسرائيل غير ديمقراطية. تصور لو أنك في سوريا وقلت كلمة على الرئيس، لا تقول أنه سوريا إنه سوريا غير شرعية وأنه سوريا جزء من إسرائيل، فقط أن تقول أن كلمة على الرئيس، نعم أنه سوف يقبض عليك وينكل بك وبأسرتك. ولكن في إسرائيل من حقك أن تطلع على التلفزة وأن تعود إلى بيتك
آمن مطمئن. نعم دكتور مير وصلت الفكرة. ونقطة أخيرة أستاذة لورين. تفضل باقتضاب. نقطة أخيرة أستاذة لورين وتسمحين لأنه تحدث كثيرا صار مونولوج. تفضل باقتضاب. أنا أريد أن أقول أنه أول جملة أنا أدرسها في العلوم السياسية في الجامعة العبرية هي أول جملة تعلمتها حينما كنت طالبا في العلوم السياسية. ليست هناك حدود طبيعية بين الدول. كل حدود هي حدود مصطنعة. نعم صنعها الإنسان. حتى لو كان الحد الفاصل بين دولتين هو نهر فهو الإنسان الفرد هو الذي قرر بشكل اصطناعي أن النهر سوف يكون الحد وفي نصف النهر أو نحو يسار النهر أو وصلت الفكرة. نحو يميني وبالتالي كل الحلول هي حلول مصطنعة. وصلت الفكرة دكتور مير. وصلت الفكرة الاستعمار أستاذ أليف بالإضافة لما استمعناه يعني الاعتقاد هو أن سوريا تستخدم الجولان كورقة للمناورة مع الأطراف الإقليمية والدولية وليست في عجالة لحل هذا الملف. جملة واحدة فقط ردا على أستاذ مير. إذا كنت لا تعترف بالحقوق بالحدود الطبيعية يعني بدك تعود لزمن الغاب لقبل الأمم المتحدة قبل ما كان في قانون دولي. لا لا لا, لا 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 كلام غير حقيقي. ليس هناك شيء اسمه حدود طبيعية. الحدود صنعها الإنسان وهي نتاج للتاريخ للسيطرة. دكتور مير لو سمحت لا نستطيع أن نستمع. لا لا لو سمحت سأعطيك حق الرد. تعرف تفضل الحروب فانتظر الحروب وانت بين شغل وحدي. ما حدا يلوم حدا عندما بتغير ميزان القوى. ما حدا يلوم حدا لما بتغير ميزان القوى. وما في دولة في العالم بقيت امبراطورية كله راح ان كان على مستوى اقليمي ان كان على مستوى دولي ما ظل في ولا امبراطورية. وبالتالي ما حدا يلوم مسبقا عما بحكي الحكي. الامر الاخر الجولان ليست ورقة. الجولان سوري وسيبقى سوري. هذا قرار الشعب السوري وليس فقط القيادة السورية. أبناء الجولان 23 ألف لغاية الآن يد واحدة رغم مرور 54 عام على الاحتلال ما زال يد واحدة يقولون نحن سوريون وأرضنا سورية وسنعود إلى السيادة السورية شاء من شاء. وأرى من ويأخذون قروض الإسكان من البنوك الإسرائيلية. هذه العنجهيات الإسرائيلية لن تدوم. ميزان القوى الحالي لن يدوم. الإسكندرونة لو سمحت دكتور مئير لو سمحت أقول لك من يعتمد على ميزان القوى سيخسر في نهاية الأمر. من يعتمد على القانون الدولي يمكن أن يحافظ على نفسه. أصلا القانون الدولي وجد من أجل الاعتماد على القانون وليس على القوة. و القانون الدولي قال بشكل واضح وصريح لا يجوز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. هذا مبدأ أساسي في القانون الدولي. إذا إسرائيل بتقول إنه إحنا بنقدر نستولى على أراضي الغير بالقوة فليكن. ولكن ميزان القوة يتغير. ولما يتغير ما حد يقول يا ريت وألوم وليش هيك وليه مش هيك. واضح الأمور. نعم أستاذ أليف. يعني دكتور مئير داخليا في داخل الإسرائيلي عندما يتهم نتنياهو بنت أنه فاقد للشرعية وسارق للحكم أليس ملف الجولان هو الأسهل من أجل ثني الرأي العام الإسرائيلي عن هذا النقاش بين بنت والمعارضة؟ لا أعتقد لأنه موضوع محل إجماع في إسرائيل من قبل الموالات والمعارضة كذلك. والذي بدأ عن الحديث عن تنمية هضبة الجولان هي حكومات اليسار في السابق وبعدها حكومات نتنياهو المتعاقبة. حتى مشروع مدينة أو قرية ترامب الذي أراد نتنياهو أن يبنيها في هضبة الجولان وربما كانت هناك حتى احتفالية افتتاحية فيها على هضبة الجولان بهذا الشأن. وبالتالي هذا ليس شيء يخص هذه الحكومة. كمان هذه الحكومة هي تحتوي على عناصر كثيرة ليس فقط من اليمين وإنما من حتى إلى أقصى اليسار. ولم نشهد معارضة داخل هذه الحكومة فيما يتعلق بسياسات الدولة التنموية على هضبة الجولان الإسرائيلية. أنا حينما قلت أن الحدود بين الدول هي حدود مصطنعة لم تكن هذه دعوة إلى الحرب وإنما كان كلاما علميا. الحدود هي حدود مصطنعة. حينما خلق الله الكون لم تكن هناك حدود. الإنسان هو الذي صنعها ويجب علينا أن نصنع هذه الحدود وأن نسوي هذه الحدود اليوم من خلال الطرق السلمية. ليس دواء الحرب على الإطلاق وإنما من يقول ويدعي أن المنطقة هي مجرد عن دول مصطنعة صنعها الاستعمار وماذا عن بلجيكا
هل بلجيكا دولة غير مصنعة؟ وصلت الفكرة دكتور مهير. نعم. لا هذه دول قائمة وهذه حقيقة. نعم وصلت الفكرة ولا تبقى لي الوقت أستاذ أليف كلمة أخيرة. ما هذه الدول دكتور مهير لو سمحت لم يتبقى لي الوقت دولة. تفضل لو سمحت. الحدود المعترف بها دوليا ملزمة للجميع، والجولان السوري المحتل هو ضمن دولة سورية ومعترف بها بموجب القانون الدولي، وهذا ملزم لإسرائيل أيضا. إذا بتعتقد أن القانون الإسرائيلي فوق القانون الدولي وأن شعب الله المختار فوق كل الشعوب، هذه مشكلتك. نعم أريد أن أشكركم الأستاذ أليف صباح خبير في شؤون الشرق الأوسط، والشكر موصول لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مئير مصري. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي لختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.